بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا برضو في Properties of Matter Lab، معمل خواص المادة، ودلوقتي هنشوف تجربة سهلة وبسيطة اللي هي Determination of Surface Tension Coefficient of a Liquid، والليكود دوت غالبا بيكون الووتر، Using Capillary Tube. لما بيكون عندي Capillary Tube زي اللي انتوا شايفينها ديت اللي هي في ايديا ديت Capillary Tube، لان الريديوس بتاعها بيكون صغير جدا، فبنسميها انبوبه شعريه او كابيلاري ايه او كابيلاري تيوب. الكابيلاري تيوب ديت لما بعمل لها اميرشن او ديبنج كده هوت، بغمسها في بيكر، البيكر دوت بيكون فيه ووتر، بيحصل اليفيشن للووتر انسايد الكابيلاري تيوب ديت، ودوت اللي احنا بنسميه الكابيلاريتي او الخاصيه الشعريه. القانون اللي بيوصف الايه الحاجه اللي حصلت ديت او الكابيلاريتي دوت، بيقول ان الجاما دوت اللي هو السيرفيس تنشن كوفيشنت ايكوالز ار اتش رو جي اوفر 2 كوزاين ثيتا. ار اللي هو الريدياس بتاع الكابيلاري تيوب اللي عندي، ار اللي هو الريدياس اوف كابيلاري تيوب، اتش اللي هو الهايت او الاليفيشن اللي حصل للووتر او للليكويد انسايد الكابيلاري تيوب من اول السيرفيس اوف ووتر او تصيد الكابيلاري تيوب لغايه السيرفيس اوف ووتر انسايد الكابيلاري تيوب دوت اللي انا بسميه الاتش. معلش هي باينه لكم هنا هوت ان الاتش ديت لغايه الاخر هنا هوت، لا هي الاتش بالظبط من اول هنا هوت لغايه السيرفيس دوت اللي انا بسميها الايه الاتش. يبقى الاتش من اول السيرفيس اوف ووتر دوت انسايد الكابيلاري لغايه السيرفيس اوف ووتر او تصيد الايه او تصيد الكابيلاري دوت اللي هو الهايت او اللي هو الاتش اللي هو ارتفاع الايه ارتفاع السائل. رو اللي هي الدنسيتي اوف ليكويد، جي اللي هي الاكسلريشن ديو تو جرافيتي، سيتا اللي انتوا درستوها في النظري اللي هي الكونتاكت انجل او الانجل اوف كونتاكت، وديت ان كيس اوف بيور ووتر بناخدها بحوالي تقريبا زيرو، فيبقى كوزاين زيرو بواحد، يبقى القانون دوت هيتحول الى ار اتش رو جي اوفر 2. ايه اللي انا بعمله بمنتهى البساطه في التجربه ديت؟ زي ما انتم شايفين كده هوت، بعمل ديبنج للكابيلاري تيوب ديت، وهيبقى في صوره لوحدها منفصله تبين لك ارتفاع السائل انسايد الايه انسايد الكابيلاري تيوب. بعمل الاتي، بقيس كده هوت بالمسطره ارتفاع السائل من اول السطح بتاع من اول سطح السائل الداخلي لغايه السطح الايه السطح اهوت كده اهوت. انا طبعا بحاول اظبطها على قد ايه على قد ما اقدر، واشوف الهايت دوت كام. زي ما انتم شايفين كده اهوت تقريبا 2.3 او 2.4 او 2.5 غالبا بيطلع. طبعا ده بيعتمد على الريديوس اوف مين اوف كابيلاري تيوب اللي انا بستخدمها، كل ما يكون الريديوس بتاعها صغير كل ما يكون الهايت كبير الاليفيشن كبير، كل ما يكون الريديوس بتاعها كبير كل ما يكون الاليفيشن او الهايت او ارتفاع السائل صغير. اقيس الاتش كده هوت زي ما انتم شايفين، وبمنتهى البساطه بعد انا قست الاتش كده هوت خلاص على قد ما اقدر ويكون نظري افقي كده هوت، بعد ما اقيس الاتش اعوض في القانون دوت الار بنديها لك، الرو بنديها لك، بتبقى جيفن في السؤال، الاكسلريشن ديو تو جرافيتي معروفه، اقدر اطلع الجاما. بعمل ريكوردنج للريزلتس اللي عندي هنا اهوت، ادي الار ده جيفن، الرو جيفن، الجي جيفن، السيتا زي ما قلنا ان كيس اوف بيور ووتر بنعوض عنها بكام؟ بزيرو. الاتش دوت اللي انا هعينه وهقيسه اعوض في الرول اللي احنا قلنا عليه دوت، واقدر اطلع الجاما. اذا انا كنت شغال بالجرام والسنتيمتر هتطلع الجاما اليونتس بتاعتها داين بير سنتيمتر، ولو انا كنت شغال بالكيلوغرام وبالمتر هتطلع اليونتس بتاعتها نيوتن بير متر. بالتوفيق ان شاء الله.